كوكو البنات، اليوم غنوريكم كيفاش نصاوبوا واحد المقبلات بالورق ديال البصل اللي كيبقى لنا شائط. دائما كنقول لكم الا بقى لكم الورقه ديال البصل غير غلفوه مزيان بالبلاستيك واحتفظوا به في الثلاجه، ضروري تلقاو شي وصفه اللي ممكن تستافدوا بها وما يضيعش لكم وترميوه. دونك كيف كتشوفوا هادو هما المقادير. عندي بطاطا هنايا تقريبا حبه كبيره مقليه على الاقل، انا الكميه اللي غندير غير قليله. عندي ثلاثه البيضات، عندي هنايا شويه بقدونس ومعدنوس مع كرافس وفص ثوم، عندي في التوابل ملح، فلفل اسود، فلفل احمر حار، وشويه زنجبيل، وواحد معلقه كبيره ديال الزيتون هكا دوائر بتاع الدم. غنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال المطاط باش نسم، وعندي زيت زيتون، عندي جبنه ريكوتا، وعندي هنايا فلفل احمر واخضر مع بصل شوحتهم شويه في زيت زيتون، وعندنا هنا الورق ديال البسطيلة اللي بقى لي تقريبا واحد ثلاثه الورقات او الاربعه، بونس عندي هنا ثلاثة أو أربعة الورقات. وعندي صينية ديال الكب كيك اللي غنحتاج أنها نديرو فيها هاد المقبلات. أول حاجة غنديروها غناخد هاد البيض بشي بلا ها كنصور بالليل فالظلمة عندي شوية، غناخد هاد البيض هدا غادي نضربو هكا غير شوية باش نطلقو، غنجي غنضيفو هاد البطاطس اللي قليناها. طبعا البطاطس كنقطعوها غير مكعبات رقيقة جدا جدا. هنا غناخد هاد الفص ديال الثوم غندوزو هكا في المبشرة أو لا نديرو في الغسالة. طبعا الثوم غادي نسم لينا البيض باش نتخلصو من داك الزعتر. الكرافس لان تاع الكرافس النكهه ديالها مقويه وكتعطي واحد اللذه مختلفه، يعني حتى واحد ما يعرف بس ديك العماره اللي لداخل اولا هذيك لاباغاي اللي حنا مصايبين راها مسكونه غير بخلات ديال الطوجيه. فوالا هذاك العناصر، نضيف زيت زيتون، زيت زيتون كيعطي واحد المذاق، نضيف البصل والفلفل احمر واخضر اللي شوحتهم في شويه زيت زيتون، نضيف هاد التوابل هادو مع الزيتون دوائر. طبعا كيف كتشوفوا كل كلشي سهل جدا جدا، يعني حتى لاباغ غير سهل انكم توجدوها. انا درت هادشي قبل باش يبرد ليا لحقاش خاصني فاش نحطو على ديك الورقه ما تسقفش ليا الورقه باش ما يخرج ليا الحشو من تحت وهي كطيب وتسيح ليا ديك البيض. انا ناخذ معلقه ديال المطاط من شويه هكا، فوالا ولا اسرع ولا اسهل. حنا باش نتاكد ان العناصر كامله دازت، وانا دابا بقى لي غير نضيف شويه جبن ريكوتا البنات. بالنسبه للجبن ديال الريكوتا فانتوما ممكن تستغناو عليه وتضيفوا عوضو جبن احمر او لا تضيفوا داك المكعبات ديال الفرماج عادي ديال كيري او لا اي جبن عندكم كريمي، كيبقى لكم الاختيار. انا عندي ريكوتا فهو غيمشي مزيان معهم غير شويه لانني مازال غنستعمل جبن احمر او لا الفرماج بوش، نحاول انني فتفتو هكذا حيت انه يجينا قطع. نضيف كميه اخرى وانا كنفتفت فيه بالتدريج ونتأكد ان العناصر كلها تخلطت. ضروري تسبقو هاد تصوبو هاد لاباغي هي الاولى لان محتاجين تخليوه في التلاجة. سبق لي وريتكم الطريقة ملي كتخليوه في التلاجة كتجي متماسكة، ملي كنحطوها فوق الورق اولا كنعمرو بها الحاجة اللي بغينا نعمرو مكتسيحش معنا بسهولة. دونك دابا غنديرها في التلاجة وندوزو نصوبو الورقة في الصينية ديال الكب كيك صافي ونعمروها. وكيف كتسمعو معايا الفرن راه ديجا مغشى الكيسخن على 180 درجة، بديت به هو الاول شعلتو يسخن من الفوق ومن الاسفل ف
فكل شيء واجد كل شيء سهل. بقى اول حاجه غنديروها غناخذوا صينيه ديال اللوطه، هنا دايره شويه زيت، غندهن بها القوالب كامله اللي عندي، الجوانب والاطراف كامله والقاع مزيان بالزيت، سمن الزيت لان الزيت كيعطي واحد القرمشه للورق. على فكره ممكن في عوض الورقه ديال البسطيله تستعملوا البان ديال التورتيلا او لا الخبز الخاص بالبانيني او لا التورتيا ديال التاكوس. سيركل او لقطة اللي عندي كتكون كبر من الحجم ديال الصينيين اللي مستعملين. نجي هنايا غناخد سكين هنا وغنجي ندا، لان هاد الورقه كانت عندي الصراحه في الثلاجه فهي شويه يعني ناشفه، غنبدا بهذا الشكل هذا كنقطع الدوائر تبع غير ايديا بهذا الشكل كتشوفوا. عندي هنايا تقريبا شي 3 او 4 الورقات هكذا احسن، وغنسمر بنفس الطريقه. هي ملي كتكون طريه راه غتقطع لكم بلا ما تحتاجوا ديروا سكين. تابعوا على الاصابع فوالا. هاد الفائد هذا هو مطرميوش، ديما احتفظوا فيه بشي بلاستيك غذائي او زيب لوك وخليوه في المجمد. اي بغيتو غنقدر نوريكم بشي وصفات، ممكن كيك ممكن اي حاجه. طبعا الا ما استعملتوش دابا في التزيين فانا غنخليه حيت ما عرفتش غنديرو في التزيين اولا نخليه حتى من بعد. فوالا ها هو الصينيه كامله درتها، صافي غنجيب الحشو وندوزو نعمرو ونطيبهم طبعا وتشوفوا معايا الشكل النهائي فاش ما يخرجوا من الفرن. انا البنات دابا غنجيب هذيك العماره اللي غنديرو حرك مزيان ضروري في هاد المرحله يكون الفرن ساخن جدا، لان حنا محتاجين غير البيض يخبط عندنا شويه والورقه حتى هي تحمر. فغنجي غنبدا بهذه الطريقه هذه كنعمر هاد السليلات بهذا الشكل، كيجي منظر جميل الصراحه يعني فريمون باش يبان لكم.
حاول نهز الحشو بهذا الشكل، كنوسع الطاغاي في السلينات او في الوريقة اللي عندي. كتجي المنظر ديالها يعني بحال شي وريضة او سليلة، كتجي جميل. شكلكم قطعوا هذوك الحبات ديال البطاطا والفلفل، البصل يكون قطع صغيرة جدا يعني ما تكونش الحجم كبير. فوالا صافي، العمارة راه اللي جاتني هي هذيك، غنعاود نزيد غير نعمر اللي شفتهم باقي خاويين لان باش ما تشطليش ما بقاش فيها بزاف. غير شويه يعني هادو تستعملهم كمقبلات كيجيو رائعين في المنظر. صافي دابا غنزين بالفرماج غابي وندخلهم الفرن حتى يطيبوا، نوريكم الشكل النهائي ديالهم. انا استعملت الفرماج حتى الوش باش يمسك لنا داك العماره هكا ما غاديش تطيح وتمسك، باش ملي نجيو ناكلوها ما تطيحش لينا. فرماج غابي غنجي نبدا نحطو هكدا في الوجه بهاد الشكل. ممكن تخليوه حتى الاخر عاد تضيفوه. يعني كون استعملت الورق ديال البسطيلة الا قطعتو شنايف ودرتو من الوجه، كان ممكن انني نخلي الفرماج حتى الاخر عاد نضيفوه، انما دابا مكيناش فانا ضفتو باش يدوب مع الحشو ويقبط في نفس الوقت يتماسك عند الحشو. صافي دابا غنكمل وندخلها للفرن طيب ونوريكم الشكل النهائي ديالها بعد ما تخرج من الفرن. يعني ولا اسهل ولا اروع، وحتى الحشو مستعملة يعني اي حاجة متوفرة عندنا في البيت، ما غاديش تحتاجوا انكم جبنة ريكوتا كيما قلت لكم، ممكن تبعوا وضوء باي جبن كريمة، ممكن انكم تستغناو على الجبن بتاتا وديروه كاع، لان حنا مستعملين لاموطارد مستعملين كرافس، غير كلهم غيعطيوهم واحد النكهة واحد البنة مختلفة. صافي غنكمل بنفس الطريقة وندخلها للفرن حتى تحمر عندي الورقة وتماسك عندي الحشوة. صافي ونخرجها ونوريكم الشكل النهائي ديالها في طبق التقديم. البنات كيف كتشوفوا صافي راه تحمرات عندي الورقة، صافي دابا راه واجدين كيف كتشوفوا معايا، كيجي الشكل ديالهم بهذا الشكل رائع. فريمون كنتمنى تجربوهم، كتجي حتى الحشوة بنينة ولذيذة في نفس الوقت، كتعطي واحد المنظر كيجيو سليلات هكا كيف كتشوفوا مختلفين بحال شي وريضة. انا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم اللي صوبنا بالورقه ديال البسطيلة مملحات او المقبلات، كيجي بهذا الشكل هذا. طبعا كتزينهم بشويه الطوماط صغيس وشويه هكا فليفله صغيره كتعطي واحد المنظر. فوالا كيف كتشوفوا سهل جدا جدا، وممكن تقدموا كما قلت لكم كنوع من المقبلات للضياف حتى هما علاش لا. كيف كتشوفوا كيجيو سليلات رائعين.
فوالا انا قلت لك البنات صح، مرحبا باي.